وسمنا بفرنسا. صباح الخير، مرحبا بك. صباح النور، كي دايره استاذه جيهان؟ الحمد لله، محشى المغرب ومحشانا، محشى ريحه المغرب. اي حل الحدود انا عندكم ياك. صافي كنا شي بلايصه تما غير يحل الحدود، نتوما عندنا وحنا عندكم. لالا صحار ربي يخليك، مرحبا بكم. شكرا لك لالا صحار، واكيد يعني نعتبر بانه الاذاعه الوطنيه هي هاد القنطره وهاد جسر التواصل وهاد الريحه ديال البلاد فعلا اللي كتوصلكم وكتحسوا بها من خلال هذا التواصل المباشر معنا ومع المستمع الكريم. طيب شنو هي الاخطاء اللي كنديروا فعلا يعني في العرايض الكبار، ومنهم يمكن راس العام اللي داز، حلويات اللي هي مبهره، عشيوات اللي هما دسمه وثقيله شويه ولكن شهيوه، ربما هي اظن واعتقد انها هي هاد الاخطاء هذه اللي كنتحدثوا عليها لاله صحار. نعم، الو كنهضروا على الاخطاء اللي كنوقعوا فيها في الحفله. اشنو كنديروا؟ كنقولوا كنبقى راسنا خدام باش نتمتعوا، نسطحوا، نفرحوا، نتمتعوا. كنقولوا ناري غناكل بزاف، ناري غنزيد في الوزن، صافي تزيدي في 2 كيلو. كتقاي السيده كطيب ليها ريجيم، قلبات هي على في الانترنت، قلبات على ريجيم اللي غديروا يومين من بعد. علاش حنا كنقولوا حنا اون سو برون لا تيت؟ علاش حنا كنفكروا بزاف في الماكله؟ راه الحفله راه حفله، عاد غنهضروا على الوليمه. الوغ ملي غادي انا كنقول لهم كنصحهم وكنعطيهم واحد النصيحه زوينه، كنقول لهم شوفوا شنو كنديروا، كنشطحوا كلوا ما تشطحوا. اييه هذه هي انا علاش بقاوها حنا جالسين؟ نعم بقاو حنا ناكلوا وجالسين كنتفرجوا. الوغ تشهيتي البسطيله، تشهيتي شويه ديال الدجاج، تشهيتي شويه ديال الحيمه، خذي كل شيء ولكن بكميات قليله. يعني اللي قال لك طايقهم، شي واحد قال لك واش دقتي من هذه؟ اه دقت منها، وهذه دقتي منها؟ اه ودقت من كل شيء ولكن كميه صغيره. يعني ملي تحطي الطبق الاول، كتعرفي حنايا المغاربه تبارك الله حنايا زعما خصنا نحطوا بزاف وبزاف ديال الاطباق. الحمد لله حنا شعب كريم بزاف بزاف. نعم عيدنا كبير. صح. كنحطوا الطبق الاول، تعرفي كاينين باقي جوج اخرين وباقي الديسير وباقي الحلوه. يعني انا دخلت انايا في الطبق الاول طولو عب، خاصني ناكل الطبق الثاني وخاصني نبقى غادا تلسميتو، علاش ما ناخذ شويه ونخلي عاوتاني واحد البلايصه نبقى نقسم في المعده ديالي؟ دونك كاينين اربعه الاطباق، دونك غادي ناخذ شويه وخاصني نحس بشويه ديال الجوعات باش يكمل لي الاطباق الاخرى. داكو؟ وكما قلنا في الاول ديما نشربوا الماء، كاس ديال الماء باش يعمرنا شويه ديال المعده باش ما ناكلوش بزاف. حاجه الثالثه اللي هضرنا عليها هي خصنا نوضوا شويه نتحركوا. داكو؟ دونك ابخي احنا غادي ندخلوا للدار غادي نعسوا. الغدلي اول حاجه اللي غادي نقولها هي ما تندميش دوزتي وقيته زوينه، ما نقولش لا وكليت بزاف وحاسه براسي متخومه وكليت بزاف وغادي نزيد في الوزن. لا، هو هذاك الضمير فعلا اللي كيعذبك علاش كليت. حيت كيتزاد في الوزن غير هكاك. يعني انا فكرت، انا طلعت لو ستريس ديالي، انا الهرمونات ديال الستريس طلعوا، اشنو غادي يدير لي؟ غيدير لي احتباس مائي. غنطلع على الميزان بعدا الغد ليه، خاصك تعرفي غادي كلشي كيطلع على الميزان الغد ليه. طلع على الميزان غادي يبان لك بعدا واحد 2 كيلو طالع. اييه شنو هذاك 2 كيلو؟ احتباس المائي. احتباس المائي لانه ما يمكنش يعني بالمنطق ما يمكنش ما بين يعني كما كنقولوا ليله ونهار تزيدي 2 كيلو. ممكن. مستحيل. نعم. الو غادي تسنى هذاك الشيء اللي كليتي، غادي تسناك واحد الاسبوع، غايقول هاد السيده واش غادي تقاد الماكله ديالها ابخي ولا غادي تبقى تاكل؟ كيعطيك فرصه. غادي نستوكي ليها، كيعطيك فرصه، لان ما يمكنش كاع ديك الساعات غادي تدخل لك كل شيء غادي يستوكي لك في الشحمه، امبوسيبل، داكو؟ دونك اذا الجسم ديالي كيعطيني، الجسم ديالي كيعطيني اسبوع يعني في الممكن اتدارك يعني هاد الاخطاء. تقريبا انا حتى على حسب لي باسيون ديالي. افكتيمون حنا كنديرو اسبوع. نعم. اسبوع كنشوف انا حيت ديما كندير لي ستاتيستيك، اسبوع كيقادو الماكله ديالهم الغد ليه، الوغ الغد ليه اوسي نعطلو شويه الوجبه الاولى. ماشي صافي نفيق خاصني نفطر خاصني نمشي للخدمه. لا، انت ما تنسيش البارح راه كليتي بزاف كميه كثيره، واخا تاكلي غير شويه شويه راه كليتي بزاف. نعم. كليتي الدهنيات بزاف، سكريات بزاف. دونك نخلي الجسم ديالي ما يمشيش ناخذ الفانيد اللي كيدير كيحيد السموم من المعده. نعم اللي كنسمعوا عليه جميع. لا، نخلي يحيد السموم طبيعي. شنو هو؟ نخلي لو كور ديالي يتنفس بحال اللي غادي نصوم. الوغ ما غاتصوميش ولكن بحال اللي غادي تصومي، غادي تحسي بالمعده ديالك بدات كتخدم، انت غتحسي بها. دونك في الاول كتكوني شويه متخومه، مي ابخي كتبدي تحسي وكتفرحي ملي كيجيك هذاك الاحساس بالجوع. عرفتي اش كتقولي؟ كتقولي الحمد لله راه المعده راه هي غادا خدامه. نعم. اي فوا كتحسي بالجوع
راه باش نقول لك على حسب لي ستاتستيك كيجيك الجوع حتى لخمسة العشيه ولا ستة العشيه ماشي الصباح ناكل ونزيد نكمل دونك لو كور كيما قلنا كيخلي لك اسبوع قطيتي الماكله ديالك ابخي ابخي اسبوع كطيحي ليا داك الجوج كيلو اللي هزيتيهم نعم داكو نعم طيب استاذه طيب استاذه السحر فقط معي مستمعه في الفيسبوك وانا دائما يعني معك ولكن ربما يعني حتى يعني يعني عيني الثانيه واذني الاخرى مع المستمعين والمستمعات اكيد بحدسي وباحساسي معنا سيده وتسال لالا سليمه دائما معنا تبارك الله عليها في الاسئله وبالخصوص في التغذيه وفي الصحه كتسولك لالا سحر انها بدات هذه واحد جوج ديال الاسابيع باخذ مكمل غذائي يعني في تركيبته سبيرولينا او ليزالك نعم وسمعت انه ممكن تاخذه ملي تفيق هذا ممكن يعاود لها على انها تسد شويه الشهيه وما تبقاش تاكل بزاف وتحس بالشبع فعلا هذا الشيء اللي حسات السيده ولات غير كتفطر يعني هذا الشيء اللي فصلت ليا ولات غير كتفطر مزيان وكتجي حتى العشيه مع 4 ونص 5 عاد كتاكل ولكن طيله اليوم كتشرب قهوه والماء ممكن تاخذ بنانه ممكن تاخذ كيويه ممكن تاخذ تفاحه يعني على حسب هذا الشيء اللي عطاتني في هذه القائمه اللي كتبت لاله سليمه فتسال واش هاد سبيرولينا مزيانه شي واش عندها شي اضرار واش هي المنافع ديالها وهل فعلا هي غاديه في الطريق الصحيح الوغ غادي نهضر على لا سبيرولين بعدا علاش خداتها خداتها كما قلنا باش تحبس لها الشهيه وما تبقاش تاكل بزاف داكوغ هذا هو الهدف ديالها واش هاد لا سبيرولين غادي تبقى تاخذها حياتها كامله ما يمكنش مي غادي تحبسها مي غادي تحبسها شنو يوقع دونك هي دابا في الاستماع ودابا كتجاوب في راسها ولا كاع المستمعين اللي كياخذوا لاسبيرين دابا كيجاوبوا في راسهم اشنو غادي يوقع ما بقاش نحس بالشبع وغادي نبقى غادي نرجع عاوتاني كي كنت دونك شنو غيوقع غنزيد هذاك الوزن اللي طيحته وغادي نزيدو عاوتاني وزيد عليه كذلك مسكينه راه دارت ديفور لان السيده راه نهار كامل ما كانش كتاكل كانت كتشرب غير القهوه والماء وكانت كتاخذ فاكهه وحده دونك راه بحال محرومه من شي حاجه بحال دابا كتشوف شي حاجه تمشي هيها وما كيجيهاش حتى الجوع باش لا هي الان يعني كتجيبني او لاله سحر قالت لك ما كنحش بالجوع نهائيا وما كنتشهاش لدرجه كنوجد الغداء لوليداتي وما كنتشهاش انني نذوق ولا ناكل هادشي اللي قلت انايا دونك حبسها هاد لاسبيرولين حبسها انا بغيت نعرف هاد لاسبيرولين علاش الناس كياخذوها كياخذوها باش يطلعوا الحديد وكيخليو حتى الواحد يعني طيله اليوم ما كيحش حتى بالتعب على الصحر نعم حيت فيه البروتينات غادي نرجعوا حنا للحميه اللي كنقولها ايبر بروت ايبر بروتيديك اللي فيها البروتينات كثير بزاف هاد البروتين علاش كتاثر كتاثر على الكلاوي كتاثر على الدماغ وهاد البروتينات علاش الناس كياكلوهم بزاف بزاف حيت اكثر ما كتاكلي البروتينات قل ما كتجيك الجوع ما كتحسيش بالجوع ولكن هذه حميه خاصه يعني لاله سحار يعني بتفاصيلها هي درتها في مكمل غذائي ولكن راه كتاكلي فروي وكتغدى فوقيت الخمسه كتاكل داك الطاجين وشلاضه كما قالت لاله سليمه اذا فين هو البروتين هنايا اللي محصور في البرمجه يعني الغذائيه راه لاسبيرولين عاطيها البروتينات حنا ما كندويش دابا على الماكله كندوي على لاسبيرولين غادي في لوبوت ديال علاش تختار على سبيرولين تختارات على ود باش نحبس الشهيه ولا الجوع ولا لا تختارات حيت الناس اللي عندهم فقر الدم والناس اللي كيكونوا عندهم لاميغريسمون يعني ضعاف بزاف محتاجين البروتينات انت واش هذا هو الهدف ديالك باش كيطلعوا لا ماس ميسكولير كيطلعوا الكتله العضليه ياك لاله الكتله العضليه كتطلع بالرياضه نعم دابا الناس الرياضيين اللي كيديروا الرياضه بزاف كيحيدوا باش اليوم شويه البروتين باسكو كيلعبوا على لي ميز داكشي علاش حنا كنعطيهم ان ريجيم كيزيدوا لهم لي بروتين في السميت ولكن هي ما كايناش هي هنا في هاد الفئه هي باغا تحس ما باغاش تحس بالجوع علاش ما تتبعش غير هاد النصائح اللي كنقول لها وتكونيكتي مع راسك ملي يجيك الجوع حيدي لي لاسبيرولين كتخدمني فقر الدم ولا كيكون عندك شي مشكل في البروتينات كيعطي لك الطبيب يجيني الجوع نجلس نثبت ناكل بشويه يقول لي راسي حبسي الماكله نحبس الماكله فين هو المشكل وهو راسك بعد ما راسك ما كيقولكش حبسي الماكله لاله سحر للاسف الشديد هو هذا التحكم في النفس وفي شهوات النفس
هي علميا يعني اذا اشتغلتي على راسك والشغل محتاج الوقت لاله سحار، محتاج لواحد الفلسفه، واحد التفكير ايجابي، محتاج لبزاف ديال العوامل باش يقدر الواحد يتحكم في شهواته لاله سحار. تفضلي. كتشتغل على نفسك، كيقول لك لو ترافاي بي، كتخدم على راسك. واحد نهار غادي تنجحي وغادي تكوني مفتخره براسك وغتبقاي ديما في داك الوزن المثالي ديالك. نعم. ولكن هاد لاسبيرولين ها انت خديتيها، دونك محتاجه لواحد شخص اخر اللي غيقول لك شفتي الماكله داكو، وهاد الشخص اللي غادي يمشي شنو غديري انتيا؟ واش تعلمتي شي حاجه؟ لا ما تعلمت والو، حيت انا كتعول على واحد الحاجه. نعم. هاد لاسبيرولين راه كيعطيو هاد الطبو كيعطيوها ماكسيموم 3 شهور فقط. فقط. لان اي دواء مكمل غذائي كيكون عنده عاوتاني شي حاجه خايبه كتكون على الصحه ديالو، واش غتبقى ديما تاخذ لاسبيرولين؟ علاش ما نبداش اليوم ونعطي لراسي واحد 3 شهور؟ 3 شهور ديال اش لاله سحار؟ انا خديت اسبوع. ولكن انا كنت درنا ستاج مع بزاف ديال اخصائيين التغذيه، دونك تعاوننا وكنا في واحد لاكلينيك ديال الناس اللي زايدين في الوزن. اسبوع الحمد لله. سنوات من بعد. نعم. انا باقي خدام عليها. وكنخدم على الباسيون ديالي مع هاد القضيه هادي ديال تسمعي لذاتك ولك تنطي لعظامك. تنطي لراسك. علاش ما تنطش لعظامي؟ علاش نعولش على راسي؟ نعول على شي حاجه اخرى اللي غادي ناخذها وغنشريها. الوغ كو الله سبحانه وتعالى عطاها لك في دماغك. نحتاج انا خاصني نخلص باش. شوفي قلبي لي على الاضرار ديال الصحه، ما تشوفوش غير هي لو كوتي ايجابي. نعم. شوفي الكوتي سلبي. واش فاسك ما غاديش تكمل سبيغولين؟ وقول لها تصيفط لي انا يا ميساج، وان شاء الله غادي ندوي عليه فشي باذن الله في فيديو ولا لايف ان شاء الله باش باذن الله. احنا غنحاول يعني نعمل يعني على تواصلكم يعني بجوج باذن الله، ونتمنى ان شاء الله انا سليمه كما كنت تبدل الرؤيه ديالها والزاويه ديالها. انا متاكده. طيب الابتعاد لاله سحار على مواقع التواصل الاجتماعي بالخصوص يعني لي جروب اللي كيديروا الشهيوات. نعم الحميات. لا شهيوات بالخصوص يعني شهيوات يعني هل هذا يحفز نفسانيا ويشجع ويجعلنا يعني ويجعل المراه جريئه اكثر على انها تاكل هاد الشهيوات وتوجدهم وتزيد في الوزن لانها هي النتيجه المحتومه؟ الوغ انا نقول لك كتعطيها قوه اكثر باش تبتكر. انا كتلقيني قلبي عليا في فيسبوك شي حاجه ديال الشهيوات تلقيني مسكينه تما، ولكن ما كنديرش داك الشيء اللي كيديروه هما. باي زومبل انا كيعجبني ناخذ الوصفه هكاك ونبدلها على حسابي انايا. انا واخا هكاك واخا دبلومي في الطبخ العالمي وانت ولكن المغاربه كاملين المغربيات كاملين عزيز علينا الطياب وعزنا البنه. نشد هذيك الاكله قالوا لي ديري 50 غرام ديال السنيده وغادي ندير انا 20 غرام ونعطيها لوليداتي. قالوا لي ديري الطحين البيض، انا ندير الطحين كومبلي ولا ديال الزرع ديال كامل. علاش انا ما نبتكرش كيما حنا كاملين كنديروا؟ قليل اللي كتلقاي كتبقى تعبر 50 غرام 30 غرام. بزاف ديال الابداع، بزاف ديال الابداع. وانا مفتخره بزاف من الناس اللي كيبدعوا كيبدلوا هذوك المقادير اللي حنا كنقولوا خايبين الصحه كيبدلوا مزيان الصحه. نتبعوا الفيديوهات ديال الماكله. انا ما نقدرش انا نعيش، انا لا جيتي تشوفي التليفون عامر غير بالماكله، ولكن ما كنديرش هذاك الشيء اللي كيصيفطوا لي. لا كيعطيني انا عاوتاني واحد التصور في دماغي اللي باش نختار عاوتاني بزاف ديال الوصفات. هي وصفه وحده تقدري تختاري فيها ربعه. نعم. ومره نزيد فيها الشكلاط، مره نحيد الشكلاط ندير شويه ديال الكوك. نعم. على حسبك انت اشنو بغيتي. هي دارت باغ اكزومبل، دارت الكاكاو باغ اكزومبل الشكلاط.